بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الطلبة، إخواني الأساتذة، اليوم بحول الله فيديو جديد نتحدث فيه على كيفية إرسال ملفات ضخمة أو إرسال أي ملف إلى صديق أو وضع ملف في منصة. على كل حال، فكرة الفيديو جاءت من بعض التعليقات، شاهد بعض التعليقات كالعادة، انه كيفيه ارسال مثلا الاساتذه حديث التوظيف، كيفاش يرسل يضع الفيديو الخاص به في ملف ويضع له رابط، ومن بعد الرابط هذاك يحطه في المنصه الخاصه به. لهذا جات فكره من بتاع الفيديو. على كل حال، اليوم نحاول نشرح كل الامر هذا بطريقه سلسه وسهله وفي وقت وجيز ان شاء الله. قبل هذا، هذه قناتكم عالم الافكار، رانا مره على مره نحط فيديو خاص بطلباتكم. كل مره نحط فيديو، بديت الايامات هذو حليت 3 فيديوهات الخاصين بالاساتذه حديث التوظيف. المشكل الفيديو الاول كان مشكل المنصه، المشكل الفيديو الثاني كيفيه عمل فيديو مونتاج من الالف الى الياء قول لينا. على كل حال، بدون برنامج. الفيديو الثالث حطينا كيفيه بعد تسجيل بعض الاساتذه كما قلنا ببرنامج الباوربوينت، وجدوا ان الفيديو فيه صوت ناقص، حاولنا نعالج الموضوع هذا بدون اعاده تسجيل الفيديو. على كل حال، ان شاء الله يكون استفادوا منه الجميع. اليوم بحول الله نشرح برنامج من برامج اللي يعطينا رابط، والرابط هذاك نحطوه على المنصه او نشاركوه الاساتذه او الطلبه، وهكذا حتى تعم الفائده ان شاء الله. البرنامج، قبل ان نمر الى البرنامج، اردت ان اعاتبكم نوعا ما. لاحظت القناه، احصائيه القناه، تفاجات صراحه، والله تفاجات ان معظم الناس اللي تتبع القناه نتاعنا هي 94 تقريبا، 95% الناس اللي ماهيش مشتركه معنا في القناه، جيت تستفاد معنا، لكنها جاتها صعيبه باش تضغط على زر السبسكرايب. وكذلك اللي راهم يشاركوا معنا ويتبعونا ومشتركين معنا هي 5%. تلاحظ ان 5% برك اللي راهم مشتركين من مجموع 100% 95%. شوف، على كل حال ما فيها والو، انت كي تجي للقناه هكذا تلقى فيديو كيما هذا تعبنا عليه وفكرنا فيكم، على الاقل ديرنا لايك واشتراك في القناه حتى تطلع القناه نتاعنا وتدعم بكم انتوما. وهذا قناه تاع علم، هذه ماشي قناه يعني انسان قال لك دلو على الخير كفاعله، ولهذا ما فيها والو كي تحط نتايا اشتراك القناه وتدير معنا بكاش لايك. هذا واش معنى لايك؟ اليوتيوب يفهم بان الفيديو فيه محتوى فيه الفائده، راح ينشر، راح يحاول يطلع الفيديو وينشره على جميع الطلبه والاساتذه. المهم، هذه فقط نغلق القوس. الفيديو اليوم بحول الله نتكلم عليه، الفيديو هو كيفيه التعامل مع جوجل درايف. جوجل درايف دارته شركه جوجل، فيه فائده كبيره كبيره بزاف. القليل من الطلبه او الاساتذه اللي يتعامل بجوجل درايف. انا شخصيا انصحكم بالتعامل مع جوجل درايف في ماذا؟ في موضوع ملفاتكم، في موضوع المذكره، في موضوع الارتيكل، في موضوع الصور، في موضوع، لان جوجل شركه محترمه وشركه فيها امان كبير جدا. هكذا، لان معظم الطلبه ماذا يعمل؟ يعمل هذاك الفلاش ديسك، يعمل كل اموره ملفاته وصوره وابحاثه في الفلاش ديسك او في الديسك اكسترن هذايا. بعد العطب راح يصبح الانسان نادم كل الندم، ولهذا الانسان يعمل 4 5 ايميلات، وكل ايميل حط فيه بعض الامور الخاصه بك، واعمل ملف او فيشي صغير عندك يحكي لك على كل ايميل واش حط فيه من الامور، وهكذا تكون انت محمي. حتى والحاسوب نتاعك يصير اي مشكل، راح انت تكون في امان وتكون تسترجع ملفاتك الضروريه في اقصى وقت. هكذا، اول حاجه، ما هو جوجل درايف؟ جوجل درايف هو مساحه تخزينيه سحابيه اونلاين، يستعملها كل الذي عنده جيميل. احنا نحكيو على جوجل درايف، خاطر كاين في مايكروسوفت عندها الوان درايف وكاين بزاف. نحكيو هنا على جوجل درايف.
كيفاش ندخل لجوجل درايف؟ هذا اول حاجه يكون عندك جيميل خاص بك. اي انسان عنده جيميل عنده اوتوماتيكمون عنده جوجل درايف. هكذا كيفاش ندخل؟ اول حاجه لازم تكون حل الايميل تاعك. انا هتلاحظ ان هنا الجيميل تاعي راه مفتوح في الجيميل. نجي لهنا الى هذه المربعات الصغيره الابليكيشن جوجل. هذا هنا نبحث على من على جوجل درايف. ها هي ايقونه جوجل درايف. نضغط على جوجل ايقونه جوجل درايف راح يفتح معنا الجوجل درايف الخاص بنا. تلاحظ انا هذا الحساب فقط للشرح مش حسابي الخاص. المهم فيه الكثير من الادوات. جوجل درايف حتى لو نحب نشرحه لازم كورس فيه حوالي ساعه ونصف او ساعتين حتى نحكي على كل التفاصيل الموضوعه هنا. هكذا الان اول حاجه هي هذه لاكاي اللي هي هذه هي النوفو او نيو. هنا واش حبيت تفتح هنا نوفو دوسي ولا تفتح امبورتي ان فيشي امبورتي ان دوسي. تحب هنايا تفتح جوجل دوك تفتح هنا دوكيمون فيرج دوكيمون ابارتي دو موديل. المهم فيه الكثير. هنا جوجل شيت اللي هو هذا دوك يشبه الوورد. هذا جوجل شيت يشبه الاكسل. جوجل سلايد هذا يشبه الباوربوينت الى اخره. المهم فيه الكثير والكثير. تضغط تحوس على ابليكاسيون اخرى تضغط هنا بليس تجد الكثير من الادوات. احنا حتى لا يكون الفيديو طويل وتكون الفيديو موجه للاساتذه والطلبه الذي يريد ان يشارك مثلا محتواه او الدوكيمون الخاص به الاساتذه الاخرين او منصه او طلبه او يجب ان نعمل على او نشرح اشياء دقيقه ومبسطه ونذهب الى الهدف مباشره. كيف نستعمل جوجل درايف؟ اول حاجه نذهب الى هنا. مثلا انا عندي ملف سواء صوره سواء يكون عندي بي دي اف يكون عندي فيديو يكون عندي اريد ان اشاركه. علاه درت جوجل درايف؟ لان الايميل عنده مساحة أكبر. القيمة اللي يرسل فيها هي 25 ميجا. فوق ال 25 ميجا يكون عندك بي دي اف كبير جدا مثلا فيه الكثير من الصور فيه الفيديوهات فيه الفيديوهات هذه الكثير. أعتقد أن 99.99% ما يعرفوش بأن أنت تستطيع إرسال فيديو داخل البي دي اف أو تعمل الرابط التشعبي كيفاش يقولوا ليليان. هذا تحبوا من الى عجبكم تحبوا نشرحوه نشرحوه ماشي مشكله. لان البي دي اف الجديد فيه تقدر تستعمل فيه الكثير والكثير. نرجع نغلق القوس ونرجع حتى نخرج على الموضوع. كيفاش نعمل نحمل؟ اول حاجه كيفاش نحمل هنا في جوجل درايف؟ اسهل حاجه هي هنا قلنا اول حاجه تحب تنظم العمل تاعك ناتي الى هنا نوفو. ماذا نوفو؟ نقول نوفو مثلا نوفو دوسي. نفتح نضغط يعطيني يقول لي سمي النوفو دوسي هذا واش تسميه انت. نسميه مثلا انايا نسميه رقم 1 ونقول له كري اوكي. هاو اعمل لي ملف رقم 1. مثلا نزيد نعمل ملف رقم 2 حتى ننظم العمل تاعي ونقول له مثلا نحتاج رقم 2 هكذا. اذا هذا اذا اردت انايا مثلا حتى لا نخلط بين الملف واحد وملف اثنين نستطيع ان نعمل على ماذا؟ على الملف تاعي مثلا نختار له لون هكذا نطلع هذا اللون. هذا نعمل له لون اخر اورغانيزي نجي لهنايا نقول له هذا اللون الاخضر هكذا. الان مثلا نحب نحمل اي ملف نضعه هنا او نضعه هنا فقط نفتح ونجي لهنايا نقول له امبورتاسيون ان فيشي اوكي ويبدا يطلع لي الفيشي الخاص به. مثلا ناتي الى هنا ونقول له حمل لي هذا الورد على سبيل المثال ونقول له افتح. ننتظر قليلا الان يبدا يحمل لي هنا الملف. هاو جاني الملف الخاص بي. تلاحظ ان الملف اصبح هنا هكذا. الان اذا اردت ان الاهم على علاج الفيديو هذا حتى لا يكون الفيديو طويل كيفاش هذا الفيديو نبارطاجيه مع الزملاء الخاص بنا. ناتي الى هنا ماذا نعمل؟ نعمل هنايا بارطاجي ولا اورغانيزي ولا بارطاجي نقولوا بارطاجي. نضغط على هذه سواء نقول له كوبي لين او نقول له بارطاجي. انا من الافضل نقول له بارطاجي راح يعطيني نافذه
خاصة بنا، هاي النافذة خاصة بنا على كل حال. لو تلاحظ هنا تجد هذا مكتوبة ليميت، يعني هنا يعني هنا الإنسان اللي يكون عنده هذا الرابط ديال الكوبيانية، هذا الإنسان اللي عنده الرابط فقط اللي راح يشوف الملف الخاص بنا. الآن لو هنا تريد إضافة ماذا قال لك أجوتي دي بيرسون دي جروب اي دي، هنا المهم أي إنسان تكتبه هنا قصدي الإيميل الخاص به فقط لا يستطيع يشوف الإيميل يشوف الرابط الخاص بك. أما إذا أردت أن تغير أي إنسان يكون عنده هذا الرابط يستطيع مشاهدة فتح الرابط الخاص بك. ماذا نجي نضغط هنا على ليميت ونتبلو نكوشي على هذه واش يصبح تصبح لنا تو لي زيتيليزاتور كيوني اللي واش معناها الناس اللي عندهم هذا الرابط يستطيعون مشاهدة الرابط. لكن هل أنت تسمح للناس هذوما بقراءة قبل الإرسال، قبل أن نقول له أوكي والإرسال نعمل له كوبي؟ ماذا نعمل؟ نأتي إلى هنا، أنت هذا الملف هل تريد الناس تقرأه فقط؟ هل تريد الناس تعمل له كومنت؟ دقيقة يكتب لك هنا أو هنا التعديل عليه على هذا الملف. إذا أرسلت هذا الوورد هذا نفسه إلى صديق وندير له هنا إيديتور، ما معناه نسمح للصديق هذاك بتعديل على هذا الملف. لكن إذا هنا أرسلت له هنا فقط للقراءة لا يستطيع التعديل عليه، لا يستطيع التعديل عليه. دونك أنت تختار مثلا تستطيع أن تبعث هذا أو ترسل هذا الملف إلى صديق للتعديل، مثلا أنتم مجموعة من الباحثين، انتم انت رئيس هذا انت رئيس المجموعه هذه، ترسل هذا الملف لكل استاذ، كاين استاذ تعطي له صلاحيه القراءه فقط، وكاين استاذ تعطي له صلاحيه التعديل، وكاين استاذ تعطي له صلاحيه القراءه، وبعدها يعمل لك دي كومونت او تعليقات على هذا البحث. مثلا انت هنا تتحكم، مثلا الانسان الاول تحط الايميل تاعه هنا وترسل، مثلا انا أمومو هذا ندير له هكذايا ونكتب له هنايا تعليق، نقول له أي شيء نكتب له هنايا أي تعليق هنايا هكذا. مثلا أنا نقول له هنايا دير لي إيديت إيديت هكذا ونرسل لهذا الإنسان الإيميل راح. عندما نذهب إلى الإيميل الثاني اللي هو اللي هو ندير له تعديل هنا، انا فتحت ايميلين خاصين للعمل هذا، فتحت لهم ايميلين حتى نشرح كيفيه التعامل مع هذه الايميلات. او جاني ايميل هنا من عند هذا رضا على سبيل المثال، نفتح الايميل ماذا يكتب لي، ماذا ياتيني، تاتيني هذا الايميل ونفتح نقول له افتح الدوك الخاص بي على سبيل المثال، ننتظر قليلا راح يفتح لي الدوك الخاص بي. والله كما قلنا وصلنا الملف الى هنا. مثلا اي شيء نعمله هنا، اي شيء نعمله هنا، نعمل مثلا هذه الخانه كامل نعملها هكذا، وناتي الى هنا على سبيل المثال ونعملها باللون الازرق هكذا. مثلا عندما نغلق هذا الملف هنا، تبع معي نغلق الملف هذا، نأتي إلى هذا الملف هنا، نضغط نعود نفتح الملف هنا في الإيميل الأول اللي أنا اللي أرسلته في المرة الأولى، نأتي نجد مباشرة اتضح لي التغيير في وقت واحد. تلاحظ هذه هي فائدة جوجل درايف، يعني أنت هنا ترسل بارتاجي ترسل كما تشاء الإيميل الخاص بك للإنسان اللي أنت تحتاجه. هنا تقول له ليكتور، تقول له أكتور. تلاحظ هنا نكتب ليكتور، لكن الإنسان هذا اللي أرسلته الأول مكتوبة إيديتور، ما معناها تستطيع التعديل عليه. لو تغير لهذا الإنسان تغير تقول له جاست ريد، يعني اقرا فقط،
تحاول ترجع لا يستطيع التعديل على الملف، نلاحظ وهذه من اهم وتعمل هنا الاونجي التغييرات هذه. واذا اردت ان ترسل مثلا في منصه ماذا تعمل؟ تاتي الى هنا وتغير وتعمل له كوبي ليان، كوبي ليان هذا تذهب الى ايميل، تذهب الى منصه تضع الرابط هذا، الرابط هذا عندما نجي الى هنا ونقول له كولي ياتيني ها الرابط، ها الرابط هنا نفتح الرابط الخاص بنا، تلاحظ ها يفتح مباشرة، الرابط يفتح مباشرة تلاحظ. لكن إذا أردت أن تحدد أو تقيد الإرسال تأتي لهنا وتعمل ليميت، تلاحظ تعمل ليميت، يعني إذا عملت هنا كوبي فقط الإنسان الأول هذا اللي ترسله أنت عبر ماشي الاول، مثلا انت ارسلت الى خمسه، هذا الخمسه فقط لا يستطيع يشوف الايميل الخاص هذا الدوكيمنت الخاص بك. اذا مثلا الصديق هذا اراد ان يحول هذا الايميل الى مكان اخر، مثلا الى ايميل ثاني، الى صديق سادس مثلا، هذا لا يفتح الايميل لانك انت مقيد الايميل. لكن اذا انت هنا عملت تو هذا الناس اللي تكون عندهم كامل الرابط هذايا حتى الصديق تاعك يشير الايميل، يعمل له شير الايميل تاعو او ترانسفير الايميل، الانسان الثاني اللي يصل له الايميل راح يقراه مباشره. لكن اذا انت هنايا قيدت يعني راح تقول بانك الى ارسلت خمس ايميلات من خمس اشخاص راح يشوف الايميل تاعك حتى وهما يعملوا ترانسفير او شير للرابط الخاص بك او اللينك اللي خاص بك، ما راح يفتح عند الانسان الثاني. ان شاء الله نكون حاولت افاده قدر المستطاع، لان جوجل درايف فيه الكثير والكثير من الاشياء. انا لا اريد ان يكون الفيديو طويل جدا لان الناس تحب الفيديو القصير. إذا كان حبيت نعاود ندير فيديو بكل ما يوجد في الجوجل درايف مرحبا بكم. الوقت لا يوجد الكثير من الوقت، حبيت غير نفيدكم برك. وهذه قناتكم كما قلنا قناة عالم الأفكار، إن شاء الله تستفادوا فيها الكثير والكثير. احنا حكينا على الاي اي، حكينا بزاف على الترجمة، على كثير من الأشياء. سيرتو هذا الموقع الناس بزاف مازال ما شافتوش، هذا الموقع هذا مليح بزاف الى كنت اردت ان تعمل تجارب فيرتيال. هذا الموقع ننصحكم هذا الفيديو، لاحظوا شوف الفيديو هذايا فيه شويه الصوت نتاعو ماهوش واضح، لكن تبع المحتوى اللي فيه راح تستفادوا اكثر واكثر. ما عسني ان اقول الا ان لا تنسوا الاشتراك وشير المعلومه مع الاصدقاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.